انضم إلي وإليكم مشاهدينا بالعودة إلى خبر توجه رئيس الوزراء عمر الرزاز الثلاثاء المقبل إلى واشنطن للقاء مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأيضا وزير الخزانة الأمريكية. انضم إلي وإليكم عز الدين كنكرية وزير المالية. معالي الوزير، حياك الله في قناة المملكة. ألف تحية للأخوة المشاهدين. حياك الله معاليك. ستسبق رئيس الوزراء إلى واشنطن لنتحدث أكثر من حيث اللقاءات، ما هي أجندة لقاء الرئيس سواء مع مؤسسات النقد الدولي أو أيضا مع المسؤولين الأمريكيين؟ شكرا. يعني كما نعلم، دولة رئيس الوزراء بدأ بزيارات عديدة، فكان هناك زيارة لدولة تركيا وزيارة لدولة العراق. استكمالا لهذه الزيارات، هناك وفد برئاسة دولة رئيس الوزراء وفريق اقتصادي من وزير المالية ووزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي مع حفظ الألقاب وفريق فني. هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع المؤسسات الدولية على البرنامج الاقتصادي الأردني الهادف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار. وهذه المؤسسات هي تقدم عادة دعم للأردن، وتقدم منح وتقدم مساعدات، وإطلاع المجتمع الدولي على برامجنا ستساهم بشكل كبير في تفهم هذه المؤسسات للتحديات اللي بتواجهها الاقتصاد الوطني، وأيضا تدعم برنامج الاقتصادي اللي متمثل في مشروع النهضة الوطني. فالزيارة ستكون إن شاء الله في مصلحة الأردن في شرح للمجتمع الدولي مشروعنا. بعد أيضا معالي الوزير أن قام الأردن بإصلاحات مالية واقتصادية بين هلالين، مثلا قانون ضريبة الدخل وغيره العام الماضي، هل حان فعلا الوقت لمراجعة ثانية مع مؤسسات النقد الدولي من خلال هذه الزيارة مثلا؟ يعني كما نعلم، بعد إقرار قانون ضريبة الدخل وقانون الموازنة العامة من مجلس النواب، يعني قانون الموازنة العامة الآن أقر من مجلس النواب وسيعرض على مجلس الأعيان خلال الأسبوع القادم. هذه القانونين كانوا من القوانين اللي مهمة اللي بتعلق بالسياسة المالية للحكومة العام 2019. لا شك أنه هذه بتأهلنا ضمن برنامج الإصلاح أن نحظى على المراجعة الثانية اللي بيقدمها صندوق النقد الدولي. طبعا بعد هذا إقرار الموازنة عادة بكون في تواصل مع ممثلي صندوق النقد الدولي ولعرض آخر المستجدات، ومن ثم إن شاء الله بيكون في هناك تقرير للمراجعة الثانية. أيضا هناك مؤسسات ستلتقونها تعمل على منح قروض وأيضا تسهيلات، هل ستبحثون خلال هذه الزيارة هذه المسائل مع المسؤولين في المؤسستين الدوليتين؟ يعني احنا بنعرف من ضمن المنح، الولايات المتحدة الأمريكية قدمت العام الماضي 745 مليون دولار، وفي هذا العام هناك أيضا منح قدرت في الموازنة، وأيضا وزارة الخزانة الأمريكية والولايات المتحدة تقدم أحيانا ضمانات للقروض اللي بتقترضها الأردن من الأسواق الدولية. هذه بتساعدنا أيضا في الحصول على تمويل بفوائد ميسرة. فالبنك الدولي أيضا وصندوق النقد هناك قروض بفوائد ميسرة. فشرح برنامج الحكومة لهذه المؤسسات بساعد كثير في تفهمهم بزيادة المساعدات للأردن إن شاء الله. إن شاء الله. لنتحدث بالخصوص أكثر عن لقاءاتكم مع وزير الخزائن الأمريكية، أبرز القضايا التي ستكون مدرجة على الأجندة. أبرز القضايا زي ما تحدثت أنه راح يكون هناك شرح على برنامج الحكومة الاقتصادي.
ايضا راح يكون نشكرهم على المساعدات اللي بيقدموها. وهناك في يعني ثلاثة بنود: البرنامج الاقتصادي والمساعدات، وأيضا ضمانة القروض اللي بتقدمها أمريكا. من هنا معليك أنطلق من حيث المساعدات الأمريكية، هل فعلا استكمل لغاية هذا العام أو تبينت شكل المساعدات الأمريكية للأردن؟ احنا في العام الماضي 2018 في شهر 12 استلمنا كامل المساعدات الأمريكية المقدرة اللي كانت 745 مليون دولار. في الموازنة عام 2019 وضعنا في تقديرنا 540 مليون دولار. عادة بكون هناك في مساعدات إضافية خلال العام، فنتأمل إن شاء الله أن يكون هناك في مساعدات كما تم في عام 2018. نعم معالي وزير المالية عز الدين كنكري، شكرا جزيلا لك.